طيب ده بالنسبة لآراء جماهير النادي الأهلي. طبعا يعني كل جماهير الأهلي أمال وطموحات إن احنا نكسب في ماتش سيمبا المقبل، خاصة إن احنا محتاجين فعلا زي ما قالت الجماهير النادي الأهلي من خلال التقرير الماضي إن احنا محتاجين نكون مرتاحين في ماتش العودة، فإن شاء الله يعني يكون كل هذه الآراء في محلها. كمان خلينا دلوقتي نروح نشوف توقعات بقى الجمهور للمواجهة الجاية للأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا. خلينا نروح نسمع آراء الجمهور في المواجهة المرتقبة دي وتوقعاتهم في التقرير التالي. نكسب 2-0 هناك و3-0 هنا ان شاء الله. ان شاء الله يعني الفرق الثانيه هي اللي تعمل حسابنا، لان احنا ابطال افريقيا ولينا باع كبير في افريقيا، فاي فرقه كانت هتجينا احنا يعني مش هنهابها وبتاع، هي الاصول تهاب الاهلي. اكيد طبعا فريق سيمبا فريق مش سهل، وباذن الله الاهلي قادر على تحقيق نتيجه ايجابيه، وباذن الله نحقق فوز حلو باذن الله يوم 30، وان شاء الله نحاول نعمل نتيجه حلوه 3-0 هنا باذن الله. طبعا احنا سيمبا محتاجين ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه بره عشان تخدمنا هنا، محتاجين على الاقل نسجل هدف هناك، ما نخسرش، نتعادل، بحيث ان النتيجه دي تنفعنا هنا على ارضنا، بحيث ان احنا نقدر ان شاء الله نتخطى مواجهه سيمبا وندخل وسط ان شاء الله للنهائي باذن الله. المواجهه كلها صعبه، فانا ممكن ماتش الذهاب يكون مثلا نتيجه ايجابيه 1-1 والاهلي ان شاء الله يخلص هنا ونصعد لدور النص النهائي، وزي ما قلت لحضرتك النص النهائي والنهائي هيكون ميزه بالنسبه لنا ان نلعب ماتش العوده في القاهره، فده هيمثل حافز كبير للعيبه وسط جمهورها فيدوم افضليه على المنافس الاخر. والله انا متوقع ان شاء الله ان احنا نتعادل هناك ونكسب هنا باذن الله ان شاء الله. لا ان شاء الله دي اسهل اختيار، لان الاهلي لعب سيمبا قبل كده، فانا اتوقع ان الاهلي هيتعادل هناك في سيمبا وهيكسب هنا في القاهره. يمكن احنا في ملعب سيمبا نتائجنا مش احسن حاجه، بس على الاقل يبقى تعادل ايجابي هناك وان شاء الله هنا نقدر نفوز مع الجمهور ونتاهل لنص النهائي. صعب التوقعات يعني، بس من وجهه نظري ممكن شايف يبقى تعادل هناك في تنزانيا وفوز هنا في استاد القاهره ان شاء الله. يعني هو صعب التوقع وكل حاجه، بس ان شاء الله الاهلي يقدر يحسمها من هناك ويفوز هناك ونيجي هنا برضه نعمل نتيجه كويسه. الاهلي بيقابل سيمبا منافس عنيد، عارف الاهلي قبل كده لعبوا كتير هناك، التعادل كان سوء يعني كان هو اللي مسيطر على الماتشات هناك. اتمنى ان شاء الله الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه خصوصا في الصيام، وان شاء الله هنا نكسب 2-0 1-0 باذن الله الاهلي ان شاء الله.